لمزيد من القضاء ومشاهدينا الكرام على المشهد الفلسطيني عموما، في ظل استمرار الحرب الصهيونية على غزة وجرائم الاحتلال المستمرة، معنا عبر سكايب من الجزائر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني صالح الشقباوي. مرحبا بكم أستاذ صالح معنا. مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة. حياكم الله أستاذ صالح. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ذكر أن هناك 2 مليون إنسان في غزة سيكونون بلا مأوى مع دخول فصل الشتاء. كيف يمكن تجنب هذه الكارثة الإنسانية المأساوية؟ حقيقة يعني منذ الحرب العدوانية التي تشنها دولة إسرائيل أو ما يسمى بدولة الكيان الصهيوني على فلسطين وعلى شعبنا في غزة، وأهلنا في غزة يعيشون ظروفا استثنائية غاية في الصعوبة وغاية في يعني الأشياء التي لا يمكن تحملها لهذا الشعب. فهذه الحرب العدوانية، هذه الحرب اللاعادلة، هي التي أوصلت شعبنا إلى هذه المرحلة اللا إنسانية في ظروف غاية في الصعوبة، في ظروف معيشية وحياتية صعبة، في ظروف حرم منها الفلسطيني من كل يعني من أدنى حقوقه الحياتية والاجتماعية والإنسانية. وبالتالي يجب وقف الحرب ويجب وقف العدوان الإسرائيلي والصهيوني، وليعلم نتنياهو أنه لن يستطيع أن ينتصر في هذه الحرب، وأنه لن يستطيع أن يهزم حماس ولا أن يحرر الأسرى. وبالتالي عليه حقيقة أن يفكر بوقف الحرب على أهلنا في غزة، وأنه لن يستطيع أن يحقق وينجز أهدافه في المشروع الصهيوني الهادف إلى تفريغ المكان من أصحابه وطردهم إلى أماكن أخرى. بالانتقال إلى الداخل الصهيوني، ذوو الأسرى الصهاينة عبروا عن غضبهم مما يحدث، وقالوا إن هذا الضغط العسكري الحاصل من قبل حكومة نتنياهو يعني يقتل المخطوفين، ربما يعيدهم موتى كما قالوا وكما حصل ذلك مع 6 من الأسرى الذين قتلوا. ما تأثير ذلك داخليا برأيك في داخل الإسرائيلي؟ الآن أخي العزيز، إسرائيل تعيش في ظروف استثنائية وفي ظروف صعبة حقيقة. في هناك قوة داخلية قابلة إلى الانفجار، في هناك تصعيد خطير لحركة الاحتجاج وحركة ذوي الأسرى الذين يرفضون كل ادعاءات نتنياهو ويصفونه بالكاذب وأنه يخادع ويراوغ. وبالتالي ستشهد الأيام القادمة حركة تصعيد لا مثيل لها، سينزل آلاف بل مئات الآلاف من الإسرائيليين للشوارع، وسيستخدمون استراتيجيات جديدة في صب جام غضبهم على حكومة نتنياهو ونتنياهو ويمينه الصهيوني المتطرف، على بن غفير وعلى سموتريتش وعلى الكثير الكثير من هؤلاء اليمينيين المتطرفين الذين يعتقدون أن وجودهم هو ضرورة للانتصار. وبالتالي على نتنياهو أن يذعن لمطالب المقاومة وأن يقوم بإجراء صفقة تاريخية توقف قتل الأسرى وتحرر المساجين الفلسطينيين والسجون الصهيونية من الأسرى الفلسطينيين. وبالتالي هناك حقيقة يا أخي العزيز تعادل منطقي في موازين القوى. لم يعد الآن الجيش الإسرائيلي مهيمنا وبعبعا ومخيفا ويمتلك أدوات الحسم. الجيش الإسرائيلي يعيش هزيمة استراتيجية كبرى
يعني آيل إلى التفكك، آيل إلى حتى الارتداد على أوامر القيادة السياسية. انظر إلى نتنياهو، يريد إرسال رئيس الأركان وإحالة رئيس الأركان إلى التقاعد. فبالتالي في هناك تدمر، وفي هناك تململ، وفي هناك عدم مقدرة حقيقة للجيش الإسرائيلي لحسم المعركة. حماس استعدت، وجاء على لسان رئيسها اليوم سنوار الذي هنأ وشكر إخوتنا في اليمن على موقفهم من مساندة غزة. وبالتالي فهناك المقاومة الفلسطينية تتكئ على نواة صلبة. هناك حاضن شعبي حقيقي من الشعب الفلسطيني، كان في غزة أم في الضفة. هناك فشل صهيوني ذريع لتحييد الضفة عن غزة وعدم مساندة الشعب الفلسطيني، يعني محاولة تجزئة الساحات. ولكن كما تشاهدون أن هناك وحدة كلية كاملة للساحات الفلسطينية وأيضا للساحات المساندة في لبنان وفي اليمن الحوثيين وفي العراق وفي كل مناطق المساندة لهذا المقاومة الفلسطينية. ولكن أيضا بالعودة إلى هذا الضغط الداخلي الصهيوني من ذوي الأسرى أو عموما الذين يضغطون لإنهاء هذه الحرب وضرورة إتمام الصفقة لتبادل الأسرى وإنهاء هذه الحرب وعدم توسيعها أصلا، حتى هناك عمليات عسكرية للتوسيع في شمال إسرائيل. تعلم أن هذه التظاهرات تقريبا شبه يومية، لماذا لم تضغط بما هو مطلوب وتدفع بإنهاء هذه الحرب أو إتمام صفقة تبادل الأسرى حتى الآن؟ لأنه يا أخي قيادة إسرائيل قيادة فاشلة تعمل لمصالحها الذاتية. يعني بنيامين نتنياهو يقدم شخصه على إسرائيل وعلى مصلحة الأسرى وعلى مصلحة الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي حقيقة يعني متذمر، يعني لم يستطع أن يحسم الحرب في غزة، فكيف له أن يفتح جبهة جديدة في شمال لبنان؟ أنا أستغرب وأنا أستبعد حقيقة، إلا إذا كان في حالة الجنون. وهذا يعني منطق موجود يعيشه الصهاينة وعلى رأسهم نتنياهو وبن غفير وسموتريتش والكثير من الجنرالات الذين يعتقدون أنهم ينفذون الآن واجب مقدس وحرب مقدسة في انتظار نزول المسيح اللي هو المخلص. وبالتالي يعتقدون ويؤمنون أنهم يجب أن يشعلوا النار على الأرض المقدسة لكي يهيئوا الظروف للمسيا، وهو المسيح المخلص المشيح في اللغة العبرية، لكي يهبط من السماء ويطفئ هذه النيران ويقود شعبه إلى جبل صهيون، وبالتالي يقيم الألوفية السعيدة. إذن في هناك أهداف دينية يقودها نتنياهو ويقودها اليمين الصهيوني المتطرف، وأعتقد جازما أن الشعب الإسرائيلي متفق ومتحد حولهم في هذه المهمة التي تعتبر بالنسبة لهم مهمة مقدسة يجب أداؤها. نعم، أيضا بالحديث على عمليات الطعن لقوات حرس الحدود، هناك عملية طعن عند باب العمود في القدس الشرقية، وقبلها أيضا بأيام هناك عمليات الأردن. لماذا لا يتعظ الاحتلال ولا يدرك جيدا أن هذه العمليات بالتالي تؤدي إلى أنه الاحتلال لا يمكن أن يستمر أن ينعم بهذه البيئة الآمنة كما يتوقع مستقبلا؟ أخي العزيز، يعني حقيقة أن الاحتلال أصبح مكلفا وأنه يقدم ثمنا باهظا في وجوده، في أفراد أن ننتصر على الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن سلبنا الفرد الإسرائيلي أنه الذاتي. لم يعد أي إسرائيلي في أي مكان من مناطقنا المحتلة آمن على ذاته. وبالتالي أيضا هذا أسقط
على الجيش الإسرائيلي وقوات أمنه وشرطته ومستوطنيه، الكل مستهدف، الكل غير من الجندي إلى الشرطي إلى المستوطن المدجج بالسلاح. إذن نحن الآن في الربع الساعة الأخيرة من تحقيق النصر ومن إجبار القيادة الصهيونية للاستسلام ورفع راية الهزيمة. يجب أن يصل الجيش هذه القناعات ويعلم أن المقاومة الفلسطينية جاهزة لخوض حرب استنزاف طويلة المدى، حرب شعبية، حرب كفاح مسلح، حرب مدن، حرب عصابات، حرب أنفاق. المقاومة جاهزة للقتال لمدة سنتين، وسجل على لساني، المقاومة بخير، والمقاومة تتعافى، والمقاومة تسترجع زمام مبادرتها وقوتها وتقوم بتجنيد عناصر جديدة يدخلون المعركة، وهناك سلاح يصل، وهناك صواريخ، وهناك إنتاج ذاتي تعتمد عليه المقاومة. إذن المقاومة بخير، والمقاومة جاهزة لحرب استنزاف باهظة الثمن لا يمكن للجيش الإسرائيلي أن يتحملها أو أن يستطيع أن يستمر بها. وخاصة إذا طورت الجبهات المساندة وخاصة إخوتنا في اليمن من فعاليتهم ودخولهم ومشاركتهم في الحرب الفعلية. إذا الآن اليمنيين كما شاهدنا كلنا أرسلوا صاروخا فوق الصوتي، يعني دخل الحدود الفلسطينية وضرب أماكن في تل أبيب. إذن في هناك تغير نوعي في معادلات الصراع وفي قوى الصراع، وبالتالي في هناك انتصارات جديدة تحققها الجبهات المساندة. حزب الله يساند ويحقق انتصارات، الجبهة في اليمن تساند وتحقق انتصارات. إذن لا ننسى انتصارات المقاومة في غزة، وهو انتصارات الاستراتيجية والرئيسية التي استطاعت حقيقة يا أخي العزيز أن تدمر أكثر من 1860 دبابة وناقلة جنود. فهذا شيء عظيم في الصراع، لم يحدث في تاريخ الصراع من 76 سنة للآن، لم تستطع أي قوة عربية أن تصل إلى هذه المستويات في المقاومة، في الخسائر الفادحة التي يتكبدها الجيش الصهيوني. إذن الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أستاذ صلاح صالح الشقباوي، شكرا جزيلا لك.